ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمه. وصلنا لفقره طبيه. طبعا الثبات في الوزن، الجمله دي بتحمل معاني كتير كتير كتيره، يعني في ليها معنى ايجابي وان هو الشخص اخيرا وصل للوزن المناسب اللي هو عاوزه وعاوز يثبت عليه وما يرجعش تاني يزيد في الوزن، ومعنى تاني بيكون سلبي شويه وهو ان الشخص ده بيتفاجئ اثناء استمراره في الدايت ان وزنه ثبت عند رقم معين للاسف مش بينزل تاني عنه. ما بيكونش في اي سبب واضح للمشكله دي الحقيقه، لكن النهارده هنتكلم عن اسباب مشكله الثبات المفاجئ في الوزن اثناء فتره الدايت وازاي نتعامل معاه وازاي كمان نتجنب حدوثه. كل ده واكتر مع ضيفتي اللي منوراني ومشرفاني في الاستوديو دكتور ريهام العراقي، اخصائيه التغذيه العلاجيه. اهلا بيكي يا دكتور ريهام. اهلا يا شيف عظيم، منورانا حبيبتي بنور. طبعا موضوعات جميله جدا واحنا يمكن في حلقات كتير مع حضرتك عملنا اتكلمنا عن مقاومه الانسولين واتكلمنا عن فكره ان احنا الحاجات او الاخطاء اللي بتحدث مننا خلال فتره الدايت نتلاشاها ازاي او حتى في اليوم بتاعنا او في الحياه عموما. النهارده بقى بنتكلم في موضوع مهم قوي بيهم ناس كتير حقيقه، هو ثبات الوزن. عايزين نتكلم عنه وتقولي لنا ايه السبب اللي بيوصلنا لثبات وزن مفاجئ احنا ما بنبقاش حاسين، بس احنا بنكتشف ده بعد فتره ان احنا ثابتين ما بننزلش وممكن نكون ماشيين بنفس السيستم اللي كنا ماشيين بيه او غيرنا ماشي بيه، هو بينزل وثابت وتمام واحنا لا. هل ايه اسبابه بقى؟ قولي لنا كده، يعني عرفينا كده لان الحاجات دي بتفرق معانا قوي بجد، بتوصليها لنا بطريقه بسيطه وجميله يعني. خليني بس اوضح لهم حاجه كده في الاول، اللي هو ثبات الوزن مش معناه ان انا لما بطلع على الميزان بلاقي الرقم ثابت. تمام. عشان في ناس بتتوهم ده فشكل جسمها بيكون بيتغير بس هو الميزان زي ما هو، فهي بتقول لك انا وزني ثابت. اوكي. وزني ثابت معناها ان انا ما فيش اي كومبوزيشن في جسمي بيتغير، مقاساتي ما بتتغيرش، مش عارفه في فيش حته بتزيد او بتتخن او ما فيش اي حاجه بتتاثر خالص في شكل جسمي عامه. يعني حضرتك تقصدي ان انا ممكن اقف على الميزان يبقى وزني رقم معين بالزبط. لكن انا نزلت درجه في البنطلون مثلا. بالظبط صح كده. انا ممكن اكون خسيت من وسط شويه مثلا وزدت في رجلي شويه مثلا، فانا الميزان بتاعي هيطلع زي ما هو. حضرتك تاكيدا بالظبط. او انا ممكن اكون شخص بلعب رياضه او بتمرن وباكل بروتين كفايه فبزيد عضلات كويس، فقصاد ما بزيد عضلات بخس دهون فبلاقي ان انا ميزاني ثابت في الاخر كويس جدا. فانا الفيصل بالنسبه لي هو المقاسات، سواء باخدها بالهدوم بتاعتي او باخدها بالسنتيمتر. كويس تمام تمام، عشان دي حاجه مهمه قوي. قوي. طبعا ان هم يعرفوا الفرق طبعا، عشان هم يعرفوا بس الفرق. أوكي. طيب انا وصلت لانه انا ما بتحركش، جسمي ما بيتاثرش خالص رغم ان انا ملتزم على دايت تمام وكل حاجه عندي مظبوطه، عاداتي الغذائيه ما فيهاش اي مشكله خالص. كويس. يبقى انا ساعتها هاجي ابص اشوف هو انا عندي مشكله صحيه ولا لا. لانه من اشهر الحاجات اللي بتثبت الوزن هو المشاكل بتاع الغده الدرقيه اللي هي مسؤوله عن الحرق والنمو، دي اول حاجه. تاني حاجه فيتامين دي بيبقى ليه دور برده كبير قوي في الحرق بتاعي، فانا ابتدي اشوف هو انا عندي مشكله ولا لا. صح كده، ان هو يقل في الجسم. قلته. أوكي. مقاومه الانسولين. أوكي. حاجه برده ليها دور كبير قوي في تقليل الحرق بتاعي او ثبات الوزن بتاعي. طيب انا عملت كل التحليلات وما عنديش اي مشكله صحيه خالص، كويس، هرجع ابص بقى للنظام الغذائي اصلا اللي انا بعمله هو عامل ازاي، لانه حتى لو نسبه الدهون مظبوطه وكل حاجه مظبوطه يا دكتور، لانه تقريبا 80% من الناس اللي بتعمل دايت بالذات لوحدها اللي ما فيش حد مختص هو اللي بيعمل لها دايت بتعمل دايت غلط. اوكي. بتستهدف دايت بيكون السعرات بتاعته اقل من الطبيعي اللي هي اللامتس اللي احنا ما ينفعش نقل عنها. فده بيعمل ايه؟ بيوصلوا 800 و1000 سعر ساعي. 1000 ده لو وصلوا له يبقى خير وبركه. يعني ده هم بيحطوا رينج من 500 ل 750 اللي هو باكل وجبه واحده بس في اليوم او باكل وجبتين بس البورشنز بتاعتي قليله قوي. اللي هو الدايت باختصار اللي هو بيبقى بيضه مسلوقه الصبح وعلبة زبادي بالليل وفي الغداء اي حاجه بروتين مع اي خضار، مع اي قطعه فراخ اللي هو كله ما يكملش اصلا 700 كالوري. في ناس كتير بتعمل ده ومش فاهمه ان ده اصلا اللي بيثبتها في الوزن. ليه؟ لانه هو بقى مش مناسب لجسمها مثلا، طبيعي جسمها. لا انا عندي لامتس اصلا في الكالوريك انتيك او السعرات اللي انا المفروض ادخلها. بالنسبه للستات ما ينفعش اقل عن 1200 وبالنسبه للرجاله ما ينفعش اقل عن 1500. طيب انا لما بقل بفرح قوي بالنزول السريع اللي بيبقى في الاول ده، بس بتفاجئ ان انا مثلا
في خلال 3 شهور مش اكتر من كده انا الوزن بتاعي ثابت او شكل جسمي ثابت. ده بسبب ايه؟ بسبب ان جسمي اذكى مني بكتير قوي. انا جسمي لما بيخش في الزون دي او في المرحله اللي هو بيبقى سعراته قليله او اقل من اللازم طبعا بيعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه حاجه اسمها ميتابوليك ادابتيشن، اللي هو انا بعود حرقي على الحرق اللي انت بتدخله لي. يعني انا مديك ميزه ان انت حرقك اصلا عالي تمام بالظبط، وانا بساعدك ان انت تحرق بتقليل شويه صغيرين اللي هم لا يتعدوا ال 500 كالوري تمام، لكن انت بتتذاكى عليا وبتقلل اكتر من كده، فانا غصب عني انا ليا ليميتس، هلاقي ان انا واحده واحده عمال بقل بقل بقل، فبالتالي ال 700 كالوري اللي انا مدخلهم دول هم دول اللي انا بحرقهم بس. فانا مش عارف اخس عليهم ومش بخس، يعني مش بحرق في المخزون بقى بالظبط، ما فيش مخزون بقى اللي بيحرق، هو يا دوب ال 700 دول هو اللي جسمي بيحرقهم. فانا لو جيت زودت لقمه زياده بلاقي ان انا بزيد، بقول ده انا ما باكلش. ايوه دي حاجه صغيره يا دوب بتخش زياده بحس ان انا بزيد بيها. أوكي. بسببي انا، انا كويس. سبب المشكله كويس. الحاجه الثانيه بقى الجوع او الاستارفيشن مود اللي الجسم بيخش فيه، جسم عايز طاقه عشان الوظائف الحيويه وعشان المجهود اللي انا بعمله. الطاقه دي بتيجي منين؟ بتيجي من الاكل. صحيح. فانا لما احرمه من الاكل اللي هو مصدر الطاقه بتاعه لفتره طويله، يوم هو اتذاكى زي ما حضرتك قلتي كده يخزن. ايوه يبتدي الوجبه اللي بتدخل دي او الكميات بتاعه الاكل القليله يبتدي يخزن جزء كبير منها دهون. يعني اعتقادا منه ان انا انت هتسيبني بكره جعان انا هطلع من الدهون دي وانتك طاقه، هتسيبني بعده جعان وهكذا. بس الحقيقه ان خروج الدهون او استخدام الدهون كمصدر طاقه صعب شويه، الاسهل هي الكربوهيدرات او السكر. فبتفاجئ ان انا بيتخزن عندي دهون 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 على مدار شهر شهرين ثلاثه سنه وانا مش حاسس ان اللي انا بعمله اصلا هو اللي بيحطني في المشكله دي. فالناس لازم تراجع نفسها الاول، لو اي حد بيعمل دايت قاسي مقلل السعرات بتاعته عن 1200 او 1500 زي ما احنا قلنا، شايل عنصر مهم معين من العناصر الغذائيه الرئيسيه زي البروتينز او الكربوهيدرات او الفات، ما ينفعش اشيل اي عنصر منهم، جاي على نفسي قوي باخد حاجات مثلا كيميائيه مش عارفه اللي هو بتعمل مش عارف ايه في الشهر والكلام الحمد لله احنا الغريب ده، لا ده احنا هنجيب لهم مفاجاه حاجه طبيعيه وهتخسسه خالص. طبعا كل الحاجات دي اللي الناس بتلجا ليها هي سبب رئيسي في ثبات الوزن بتاعها. كويس. طيب احنا دلوقتي بقى عشان احنا كنا بنتناقش انا واحد المصورين قبل ما ندخل على فكره الفقره مع الدكتور في عجاله كده، بيقولوا طب ما الحاجات دي بتشتغل على المخ، احنا مش يعني الحاجات دي بتبقى، قلنا لهم لا احنا النهارده الدكتور هتتكلم معانا على حاجه الحمد لله امنه مرخصه ما بتلعبش على الجزئيه دي خالص وحاجه طبيعيه. كلمينا بقى عنها يا دكتور عشان اصدقائنا لسه منضمين لينا يبقوا عارفين احنا بنتكلم عن ايه. احنا هنتكلم عن بيستا. أيوة. زي ما حضرتك قلتي كده هو اهم حاجه في اي منتج انا باخده ان هو يكون امن. صحيح. تاني حاجه ان هو يكون مصرح من وزاره الصحه واخد ترخيص ما ياثرش على اي حاجه في جسمي بالظبط، وعشان يبقى امن يبقى المكونات بتاعته لازم تكون طبيعيه. تمام. الحاجات اللي هي بتشتغل على المخ والجهاز العصبي دي حاجات اصلا ممنوعه، حاجات مش مرخصه، حاجات متهربه، وحاجات كيميائيه كلها، يعني كل حاجه فيها بتشتغل على الجهاز العصبي بتعمل لي مشاكل كتير قوي. أيوة ما افرحش بالناس اللي بتقول انزل مش عارف ايه لما تاخده بالظبط، انا من اول شهر هلاقي عندي اكتئاب وهلاقي عندي ضغط دم مش مظبوط وضربات قلب ومشاكل وهرجع ازيد في الوزن بالظبط، يعني الحاجات دي اضرارها كتير قوي. لكن انا دلوقتي بتكلم على حاجه، الحاجه دي طبيعيه بتساعدني بمعدل كويس جدا ان انا احفز الحرق بتاعي وان انا احل اي مشاكل ممكن اقابلها سواء في ثبات الوزن او لو انا اصلا عايز اخسر وزن وما عنديش المشكله بتاعه ثبات الوزن. ليه بقى بيستا حاجه طبيعيه وحاجه امنه ان احنا ممكن نستخدمها؟ لانه هو الثلاث مكونات الرئيسيه فيه هم طبيعيين جدا. اول حاجه الالياف. كويس. الالياف دي الحاجات اللي احنا بناخدها من الخضار والفاكهه، بس احنا ما بنقدرش نزود من الكميه دي عشان نحصل على الجرامات اللي احنا عايزينها، يعني عشان ما نعديش السعرات بالظبط، فبناخدها في بدايل. كويس. وبيستا هو اول منتج مصري فيه 3 انواع من الالياف، رده القمح، الكشور بتاعه السيليوم، والشوفان. الحاجات دي بتدخل جوه معدتي بتاخد حيز كبير جوه المعده، فالناس اللي عندها مشاكل ان هي بتاكل بكميه كبيره قوي، او الناس اللي عندها كريفنجز طول الوقت او شره او نهم ناحيه اكلات معينه، الناس اللي مش عارفه تقلل سعراتها او تتحكم في كميه الاكل بتاعها، الناس اللي بتبقى خايفه تتحرم من اكلات معينه سبيشالي الحاجات اللي فيها معجنات ومخبوزات وكده،
ده برضو بيساعدها كتير ان هي تقلل المشكله دي وتتحكم في كميه السعرات بتاعتها، فهتاكل اقل فتحرق من المخزون بتاع الدهون. الحاجه الثانيه اللي موجوده هو الكروميوم. الكروميوم هو معدن مهم جدا وبيتفرز جوه جسم الانسان بس بكميه قليله، فلازم ان انا اخده من مصدر خارجي بالظبط كده بتركيز اعلى شويه. بيعمل ايه؟ بيظبط لي الحرق بتاع النشويات وبيظبط لي حساسيه الانسولين، يعني بيخلي الخليه تحس بالانسولين اكتر، فبالتالي الحرق بتاع النشويات او السكريات يبقى احسن كتير، فده بيحفز معايا الحرق. فبرضه لو عندي مشكله بتاعه ثبات الوزن هو هيقللها لي جدا. اخر حاجه موجوده فيه هو فيتامين سي. فيتامين سي ليه دور كبير قوي في الفات اوكسيديشن او في اكسده الدهون او في حرق الدهون. فانا بحرق دهون، بحرق نشويات او كربوهيدرات عامه، وبظبط حساسيه الانسولين، عشان برضو الناس اللي عرضه لثبات الوزن دايما بيبقوا عرضه لمقاومه الانسولين. كمان ان انا بدخل الياف، بقلل السعرات بتاعتي، بتحكم في الجوع بتاعي والكريفنجز بتاعتي، مش بحرم نفسي من اي حاجه. والثلاث مكونات الرئيسيين اللي احنا اتكلمنا عنهم دول كلهم طبيعيين، هي حاجات اصلا يا اما انا باخدها عشان جسمي محتاجها، يا اما جسمي اصلا بيفرزها وانا بدعم الكم بتاعها بالظبط. تمام، هايل جدا. طب احنا معانا تقرير يا دكتور، هنشوف حاله اسراء ونشوف تجربتها اميره اسفه مع بيستا، ونرجع نستكمل مع دكتور ريهام باقي الفقره بتاعتنا. اتفضل احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اميره ابو شوشه، سني 39 سنه، وزني كان 140 كيلو وبقيت 85. كنت بعاني من الوزن الثقيل، من السمنه المفرطه، وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة أنزل الوزن في وقت بسيط. فأنا خدت بيستا وفرق معايا جامد، وكان منتج فعال جدا. كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة، وما كانش عندي أي مشكلة بطعمه ولا أي مشكلة خالص، كان بالعكس طعمه هايل جدا، بطعم التفاح وهايل يعني. كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطة، لأن بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم. كنت مبسوطة جدا إن أنا كسبت بطولة الجمهورية بفضل بيستا، وأنصح أي حد عنده سمنة على طول من غير ما يفكر، هي بيستا. احنا طبعا شفنا التقرير مع حضراتكم، هنتناقش مع دكتور ريهام، شفنا يعني تجربه لاميره، واضح ان هي كمان رياضيه. طيب احنا دلوقتي عرفنا المميزات اللي بتميز بيستا عن اي منتج تاني موجود. طب قولي لنا بقى نحصل عليه ازاي، ويبقى طريقه يعني ناخده ازاي، ويبقى الناس تتعامل معاه ازاي، مع طبعا نظام اكل صحي بالظبط بالسعرات اللي حضرتك قلتي عليها. بالظبط كده، هو احنا بناخده قبل الاكل زي ما اميره قالت، بتاخده قبل الاكل بنص ساعه تقريبا. كويس. فانا برضو على حسب الهدف بتاعي، بس احنا بنرشح ان احنا ناخد مرتين في اليوم. كويس. لو انا وزني قليل، يعني قليل شويه اللي محتاجه اخسره، يعني بتكلم في 5 6 7 كيلو بالكتير، باخد مرتين. كويس. وممكن اقلل لمره واحده لما اوصل للنتيجه اللي انا عايزها. لكن انا لو اكتر بقى، بتكلم فوق ال 85 90 100 الحاجات دي، الاحسن ان انا اخد 3 مرات في اليوم عشان يبقى فعال اكتر. قبل الثلاث وجبات الرئيسيين بنص ساعه مثلا بقلبه، بس مهم قوي على كوبايه ميه عشان اوصل للزوجه بتاعه البرودكت نفسه. زي ما هي قالت طعمه حلو قوي، طعمه تفاح أخضر، عشان الناس برضو اللي بتشتكي ساعات من الألياف ان هو بيبقى طعمها وحش. لا، احنا حلينا المشكلة دي. بحصل عليه ازاي؟ هو منتج موجود في كل الصيدليات، يعني زي ما احنا قلنا هو مرخص من وزارة الصحة وفي تصريح، فبالتالي هو موجود في الصيدليات. كمان احنا عندنا البيج او الصفحة بتاعت الفيسبوك بتاعت باي بيستا او باي ناتشرز، نقدر ان احنا نسأل عليها ناس المحافظات مثلا ايه اقرب مكان هو متواجد فيه. كويس جدا. طيب احنا عايزين بقى يعني نحكي مع بعض في أسئلة المشاهدين. يلا بينا. يعني عندنا مثلا أبانوب، أبانوب بيقول مساء الخير، ممكن ألاقي بيستا مالتي فيت في بورسعيد؟ ممكن نلاقيه في كل المحافظات. يعني هو ممكن يطلبه من خلال الصيدليه القريبه منه. بالزبط. وهي او ما يسال ارقام الشركه، هي تقول له اقرب صيدليه موجوده جنبه. هيعرف ايه اقرب صيدليه طيب. وهيقدر. علي ابراهيم، هل بيستا امن اخده مع العلم ان عنده 67 سنه وعندي ضغط وسكر؟ شكرا.
امن جدا. بيستا مش بيتعارض مع اي حاله صحيه ولا اي امراض مزمنه، بالعكس. يعني دايما الناس مثلا اللي عندها سكر او كوليسترول او ضغط او الحاجات دي، الالياف والكروميوم بتساعدهم كتير قوي في تقليل الاعراض بتاعه المشاكل دي. فانا اتبع نظام غذائي صحي واخد بيستا، مش هيبقى فيه اي مشكله خالص ولا يتعارض، بالعكس ده هو هيحسن لي من الحاله بتاعتي. طيب الناس بقى اللي بتسال يا دكتور على ان هم بينزلوا في الوزن بيبقوا عندهم مشاكل بقى البشره والشعر اللي احنا دايما بنحكي عنها، ننصحهم بقى ياخدوا المكمل الغذائي او نعرفهم بالكورس؟ هم الناس بتسال على الكورس ليه اخد الكورس، والناس مش عايزه تاخد الكورس وتاخد كل حاجه لوحدها على حسب، بس حضرتك بقى وضحي لها ايه اللي ممكن يخليها تتلافى المشكله دي تتفاداها. احنا دايما حاطين مع الكورس بتاع بيستا الب مالتي فيت كويس. ده مالتي فيتامين. مالتي فيتامين يعني مكمل غذائي انا باخد منه الفيتامينات والمعادن والعناصر اللي انا محتاجها اللي مش بقدر اخدها من الاكل، عشان ما يحصلليش اي مشاكل بقى بالنسبه للبنات يعني، ويهتموا طبعا بالحاجات الخارجيه، شعرهم وبشرتهم وجلدهم وضوافرهم والحاجات دي. بس برضو قوه المالتي فيتامين في جسمي من جوه، في المناعه، بالظبط، في جهازي العصبي، في التركيز بتاعي، في الطاقه بتاعتي. فانا باخد مالتي فيتامين الب مالتي فيت عشان يحسن لي من الببليك هيلث بتاعتي او صحتي العامه، من اول بقى شعري لحد جهازي الهضمي لحد جهازي العصبي للتركيز بتاعي للحرق بتاعي كمان. لانه برضو هو في اكتر من 13 فيتامين ومينرال كلهم مهمين. عشان كده انا عندي مجموعه بتاعه بي كومبلكس اللي هي مهمه جدا عشان الاعصاب وعشان الحرق بتاع النشويات. الناس كمان اللي بتتمرن، ودي مهمه كمان لمرضى السكر يا دكتور طبعا. الناس كمان اللي بتتمرن مهم جدا بالنسبه لها فيتامين بي. الناس اللي بتلاقيها ايديها بترعش او رجليها بترعش مع التمرين، فيتامين بي كومبلكس ده من اهم الحاجات اللي لازم ان هم يدخلوها في نظامهم الغذائي. والبنات والسيدات كمان طبعا، ما هي دايما الرعشه دي بتيجي من البنات اللي هو شايله وزن تقيل شويه، بتعمل مقاومه. حتى اللي بتشتغل شغل البيت العادي ما بتلاقيها برضو بعد فتره يقول لك ايدي بتترعش مش قادره امسك الحاجه مظبوط. بي كومبلكس هيحل لنا المشكله دي تماما، مع ان هو برده هيزود لي الحرق بتاع النشويات. عندي فيتامين اي وفيتامين اي اللي هم انتي اوكسيدنت اقويه جدا. عندي فيتامين سي بتركيز عالي 500 مللي جرام اللي هو مهم عشان البشره والتحفيز الكولاجين والعلاج برده بتاع السيلوليت. اغلب البنات بتشتكي من القصه دي والمناعه عندي، وكمان احنا قلنا ان هو ليه دور في حرق الدهون. عندي عناصر ومعادن زي الحديد وزي الزنك المهمين جدا للمناعه. عندي كوبر وعندي كالسيوم وعندي فوسفورس مهمين جدا عشان العظم. عندي بيوتين مهم جدا عشان الشعر والضوافر. عندي فوليك اسيد اللي هو مهم جدا عشان الحوامل. فانا هلاقي ان انا باخد كبسوله واحده بس في اليوم او قرص واحد بس في اليوم بيغنيني عن مالتي فيتامينز كتير او فيتامينات لوحدها سيبريت ممكن ان انا اخدها في نفس الوقت. التركيزات كبيره والمجموعه دي كلها مش هنلاقيها موجوده في مالتي فيتامينز كتير. طيب هايل جدا. احنا ممكن ناخد سؤال بقى اخير يا دكتور. شاديه فكري بتقول انا مش باكل كتير وما باكلش سكريات ولا حتى بشرب مشروبات غازيه. شطور برافو. هو بالرغم من كده بتزيد في الوزن. فكنت عاوزه اعرف هل في تحاليل اعملها اعرف اذا كنت بعاني من مشكله مرضيه مسببه لي السمنه او حاجه؟ وشكرا. في تحاليل طبعا، بس هو مش بالضروره اكون مش باكل سكر او مش بشرب مياه غازيه. طب كده ده سبب انا ممكن اكون باكل هيلثي اصلا بس بتخن برضه. ليه؟ بسبب ان انا محكوم بعدد سعرات معينه. خلي بالك انا ممكن اكل سالد بس احط عليها كميه دريسنج مثلا، الدريسنج ده يزود السلطه مثلا 200 300 كالوري زياده. ممكن مثلا يكون مكتوب لي مكسرات بدل ما انا اخد حبه قد كده انا باخد الكيس يا اللي قدامي. انا اكتشفت ان في ساندوتش برجر اللي بناكله من بره فيه 1000 سعر. انا ده اقل واجب. احنا بنتكلم في الف سعر يعني ساندوتش واحد. ما اكلتش جنبه بطاطس، ما اكلتش جنبه كاتشب ولا اي حاجات تانية. ايوه احنا ما بنتكلم في الساندوتشز اللي موجوده بتاعه الجانك فود او الفاست فود ده، انت بتتكلمي في 500 ل 750 ده مينيمم. ده لو حاجه قد كده وما فيهاش لايرز وما فيهاش يعني. احنا قلنا السيدات 1200 الرجال 1500 سعر بالظبط. كويس. بالنسبه للتحاليل احنا الاول بنعمل التحاليل بتاعه الغده، وبنعمل تحاليل سكر، وبنعمل تحاليل مقاومه انسولين كويس. وبنعمل تحاليل بتاعه فيتامين دي عشان نشوف والغده برضه. الغده هي الرئيسيه. انا طبعا يعني اتمنى نكون يعني ردينا على كل اسئله حضراتكم. دايما دايما معانا دكتور ريهام، والحقيقه كل الدكاتره بيشرفونا من
من خلال البرنامج بيجاوبوا على كل أسئلة مشاهدينا الكرام، سواء من خلال الصفحة الخاصة بالشركة بايو ناتشرال أو بايو بيستا. حضرتك بقى يعني بتشرفينا بجد دكتور ريهام، وميرسي لإجابات حضرتك على كل أسئلة أصدقائنا. واسمحوا لي أشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده في الاستوديو، دكتور ريهام العراقي أخصائي التغذية العلاجية. شكرا ليكي دكتور ريهام، وإن شاء الله لقاءات تانية ونستكمل موضوعات كتير. واللي فاتوا حاجة من إجابات الأسئلة لدكتور ريهام كان باعتها، حضراتكم تقدروا تدخلوا من خلال اليوتيوب أو تشوفوا الصفحة، وإن شاء الله هتلاقوا الإجابات موجودة. واسمحوا لي طبعا الوقت بيعدي مع حضراتكم بسرعة جدا، لكن في النهاية أتمنى من الله ولا يكتر على الله. أشوف حضراتكم من هنا لحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة، وسلام عليكم.